بعد تأسيس القرية الفرعونية بسنتين، دكتور حسن رجب سنة 86 عزم واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في أمريكا، وبالصدفة في نفس اليوم زار القرية الفرعونية فرقة مصرية صميمة مشهورة بتقديم الفلكلور المصري. لكن الغريبة إن حصل ما بينهم مصادفة مش ممكن تتكرر تاني أبدا. مش هسيبك الا لما ابويا يجي. معلش معلش، انت صحيح ما بتفهمش عربي، بس انا مش هسيبك الا لما ابويا يجي، اللي هو دادي يعني.